سيد مصطفى، شنو الرسالة اليوم اللي تحب توجهها من خلال منبر قناة دبليو وأيضا برنامج المعتمد؟ الرسالة اللي أقدمها بالحقيقة والواقع، اللي طبعا تحية وباقة ورد إلى قناتكم الموقرة والقناة الوحيدة التي كرست هذا الأسبوع أسبوع الفتوى إلى الحاج أبو مهدي المهندس والمرجعية والمجاهدين والحشد، وهذه كما يقال من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وكذلك تحية إلى مكتب البصرة، الأخوة الذين يسعون إلى لملمة هذه الأوراق وتجهيزها وإظهارها للعلن. يعني الشكر موصول إلى كادر هذه القناة، والرسالة التي نحب أن نوصلها إلى جميع الأخوة هو أن نعيش بأمن وأمان واستقرار، وأن ننعم بالخدمات التي يفتقد إليها أبناء البصرة وأبناء المحافظات الأخرى، وكل الشكر والتقدير لكم. نعم.